مشاريعك اللي جايه، البروجكتس اللي جايه، هل ابتديت تشتغل على حاجه تانية؟ هل بتفكر في حاجه وثائقيه ترصد برضو رؤيه جديده او زاويه جديده لعالم الحروب واللاجئين؟ بصراحة لا، عندي في فيلم، عندي في أنا منتج ومخرج، عندي فيلم أستاذ زينب ونوح، والكاتب أحمد زوبي والمخرج أستاذ يسري نصر الله، وده اللي شغالين عليه دلوقتي. وكمنتج عندي فيلم الروائي الطويل بتاعي بكتبه دلوقتي وشغال عليه، هيبقى بيتصور ما بين مصر وأمريكا. بس روائي طويل في يعني روائي طويل هتخش بقى السوق. إن شاء الله. طيب يعني أنا بشكرك وبحييك على هذا أنا الفيلم. تفضل يا أستاذ علي. عاوز الأول أشكر في ناس مهم جدا أشكرهم، عشان وجود الفيلم في سان دانس مش مجهودي لوحدي. تفضل. في ناس لازم أذكر أسمائهم: محمود بشير مدير التصوير، فوزي درويش، منى ششيني، علاء ديجاني، إسراء، في ناس كتير جدا، إسراء موافي، في ناس كتير جدا ساعدونا اللي احنا نبقى موجودين دلوقتي في سان دانس. في ناس فعليا من غيرهم ما كنتش اقدر اخلص الفيلم. ايه دوارة منتج مشارك، امجد ابو العلاء، مارك لطفي، في ناس كتير دعمونا. ممكن اقعد يومين ثلاثه اذكر اسمائهم، بس حابب اشكرهم واقول لهم ان انا سعيد ومبسوط بالشغل معاكم، وشكرا ان انتوا استحملتوني الفتره اللي فاتت.